ما شاد انت خذت جايزه انا اعرفها خذ جايزه انا اعرفها من اللي اكتشف المنشاد ومن اللي اكتشف القصيد المنشاد ترى من يوم اني صغير وانا داقش في المنشاد اي بس من اللي قال لك انت صوتك حلو حتى لو من اهلك عاد اخوانك ايه كانوا اخواني عيال عمي كل ما جينا عطنا شيله عطنا المهم طول العمر في المتوسطه خليت المركز الاول على مستوى محافظه تربه الانشاد انشاد ما شاء الله تبارك الله الانشاد اولها المركز الثالث بعدين المركز الاول طب القصيد القصيد ما بديت الا قبل سنتين ونص ما شاء الله سنتين طب ما اللي قال لك انك شاعر اول واحد قال ترى بدايتها ترى غريب يعني نبيها عاد غريب ايه نبغى اول ابيات كنا مجتمعين احنا ثلاثه من عيال عمي اسلم سامرين مثل سمره ابو جابر يعني ما عندنا لزنه جميل مثل ما قال نفسي وجيت اتقابلها كل يوم قاعدين نسولف في زواجين لعيال عمي بعد شهرين او ثلاث شهور يا سلام كنا قاعدين نسولف مدري شنو قال واحد انا والله اني اكتب من القصيد ومدري ايش يقول يطقطق كنا ولد قالهم قلنا انت كل شوي تحيط علينا تقول انا شاعر الزواج بعد شهرين نبغى موقفك اكتب لنا قصيد قال والله لا اكتب بس اسمعوا كل واحد منكم يسوي له شيء في الحفل كل واحد منكم ايش؟ يسوي شيء في الحفل اي اوكي قلت خلاص انا بجي شاعر معك وانت ما قد كتبت ولا بيت؟ ولا كتبت ما غلطت انطقطق معي بس والشباب جريه يلا انا شاعر معك قال واحد من عيال عمي انا المقدم المهم قلنا نتواعد قبل الزواج باسبوع سمرتنا في نفس المكان وكل يورد ما عنده روح يا الايام روح قعد وش حديثنا ذا كم اخذنا شيء كتبت قعدنا نسولف فيه يوم جاء قبل الزواج باسبوع يوم نسمر قبلها انا ما ادري ايش جاء عندي جت الطواري ما الطواري بيتين ثلاثه اربعه خمسه سته 18 قبلتها كم؟ 18 بيت ما شاء الله يا سلام ما شاء الله المي طول العمر تذكر منها شيء؟ لا والله ما حتى لو اذكر منها ما قلتها شيني رو ها؟ يا سلام لا جاء قبل جابر لا هذه قريبه عطنا اي واحده لا هذه قريبه يا سلام واروح لابوي قلت ابوي انا كتبت قصيده قالوا شيء وانا سمعيه قال لا تقول ما ذا اخوي مشاركين في نفس الحفل ما ذا شاعر بعد اي قلت لا بقولها قال لا انت بقيل قصيده مربع هذه محمد لازم نجيبها في الكتاب ان شاء الله حطوني صالح اسلم يا ولد وقعدت حالي ابوي تخبرون النشوه وبطلع من صغير وانا اتمنى اني اصير شاعر واستانس اللي شفت الشاعر طلع على المنبر قلت يا حظ طلع على المنبر يقول قصيده يا حظ كنت ابغاه وكتبت قصيده خلاص ابى اطلع زينه ولا شيء انا بطلع على المنبر اهم شيء انك تطلع اهم شيء اطلع اقول قصيده المهم وقعدت حالي ابوي قال بيب كيفك انا اللي ما ابغاك تطلع بدايتك يعني مدح ما ابغى تطلع في المدح ابغاك تطلع في شيء غيره يمكن مغرى القصيده ذي بعدها ما عاد القى شيء صادق يقول يمكن مغرى القصيده ذي بعدها يمكن ما تكتب لك بيت واحد تتخلك في موضع احراج وانت غنيين عنه قلت لا بطلع اجي الحفل وراح اقدم القصيده وج بعدها بثلاث ايام يطول العمر وانا اكتب لي قصيده غزليه ايه شد وانفلتت من بعد ايه واسمح ابوي قالوا بيدسها بس دسها خلي قريب ايه واكتب لي وكل ما كتبت خذيت لي طول العمر يوميا قصيده لكن سوالف لا سوالف انا ابغى حقه رفيق انت وياه يوم شبت النار يوم طراها شبس النار عطنا شبت النار جيب لنا عشان ننتقي الو يكمل لا ذي بقول لك يا بكره لا ذا الحين عشان نبغى ابو جابر خله بس يخلصها ويعطينا قصيده هذه خلص العلم عطنا اياه بعدها عطنا قصيده اللي بيها ابو جابر من بعدها طول العمر وانا دخلت طول العمر في مجال الشعر وقعدت اجتلد وقعدت اكتب ما عاد جنب القصيد يا سلام فكان قصيدي وش حشو بالعربي حشو والله صدق يعني اجيك واسمع يعني العيال ما يعرفون القصيد لكن وش يعني وش انهم يشوفون القصيد ذا انه مجرم انت مجرم
استمر يا داهية هد شاعر. ما عادي قص راسي يصير فيه. المهم وحضر لي حفل طول العمر كاتب فيه 50 بيت يا ريج. الله يرب الكعبة. 50 بيت. 50 بيت. في حفل. فرماح. متربعه ولا؟ ما هذا الا. الا شيء يروع. المهم يطول العمر. هذه كلها في بداياتك يعني. في بدايات. المهم يطول العمر. واطلع يطول العمر اسمعها واحد من الربع شاعر. يا ولد هذا القصيدة جيتك وقلت لك هاك 50 بيت يطول العمر. شوف القصيدة شوفها. قال تعرف تحذفها؟ قال تح. ايش قال؟ لا ما هي وقتها. قال احذفها. ما جت مكالمة شيء. احذفها. لا الاول اللي مدح عليك هي بيجيك اعلمك انا بعض الامور انت خبل المهم يطول العمر قال تعرف تحذفها تري احذفها ليه كولد انت سوالفك قط من القصيده ذي يا اصلا يا ولد ما هي بقصيده يا ساتر تولد انا ريجز اعطيتهم اسمي تكفى يا فلان قال راح ما انت بشاعر رح. شاعر قلت لي اكتب لي قصيده والله بكتب لك انا المهم يسرها الله يطول عمر في وقتها مغرب باقي ساعه ونص ساعه ونص باقي ساعه ونص على الحفل بدايه الحفل ويسرها الله وكتبت لي مدري كم بيت وانا اعطيه حول 15 حول قال لي قل هذه دي قلها غيرها خل على جنب 50 بيت دي خل على جنب يا ساتر تذكر منها شيء واقولها يطول العمر فيها شويه اسلم فيها تربع شوي ايه بس انها قويه اللي يقول بيني وبين القصيد احيانا رد اعتبار اعتبار والوقفه الطيبه يطيب مضمونها الله ومن دافع العز والناموس والافتخار قد قالوا الناس حز الروس بمتونها يا سلام ما ادري عاد وين يروح فيها صح سلام يجي فيها المهم يطول العمر واقول القصيده وانا اجي انا كنت اشاور احد الشعراء كنت كل ما ارسل له بيتين انا يوم اطالع فيها اشرع على نفسي اقول انا كيف ارسلت لها البيتين ذي وهو كيف يمدحني هو يمدحني من حبه لي ما ودني يسلك إيه يسلك وهذا الموت الموت يا ريجي صدقت ورب الكعب كان يوم يقول يا ود انت مجر انت داهي انت مبدع هذه نزلها هذه كنت يا ولد ما اشوف غير يا احد من الشعار ف قلت يا ولد انا بستشيرك في كل قصائدي كلها الرجال ذا اللي قال احذف 50 بيت قال ارسل ولا عليك من اطلق شنب واسمع ترى القصيده اللي ما هي بزينه بقول لك ما هي بزينه رضيت ولا طق راسك كل الدار حي والله راسه اللي يجملك يجملني يلا راسه هذا هذا اللي بيضحك ايوه المهم يطول العمر واكتب لي قصيده وانا ارسلها له قال احذفها ها احذفها واكتب له ثاني قال احذفها ثالثة احذفها يا رجل يوم ما ادري كم قصيده لدرجه ان تفكيري وش راح بعيد ان الرجال ليه ما وش يعني القصيده ذي زانه ليه يقول احذفها انا احسب اني وش اني تعبان عليها انه كفو ايه قعدت ارسل للاول وارسل لهذا اشوف التراغم بين ايه هذا اللي ارسلت له قال احذفها والرجال ذاك يا ولد انت انداه أنت كيف ركبت البيت الفلاني ده يا ولد تفكيرك يا ولد أنت داهي مجنون هذا بيجي فيك الطامة يا ولد اليوم مني يا ولد قعدت بين نار ونار ما أدري وين أروح المهم خذيت 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 وقعد يعلمني في حاجات في الشعر وهذه أول شيء وش احذفها بعدين عدل البيتين الفلانية بعدين احذف الكلمة بعدين يمشي معك كل مالها تنقص 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 لين يا ربي لك الحمد. وش أول قصيدة تذكرها اللي قالك لا هذه؟ اللي قال اعتمدها؟ إي ما فيها ولا غزلية واحدة. وش هي؟ والله إني ما أنساها يا رجل يوم أرسلها إني تقول إني داخل شايل المليون. ورب الكعبة يا رجل يوم قال اعتمدها. صار في تحدي. بعدها والله إني أكتب القصيدة عشان أشوف هو يقتنع بها ولا لا. طيب اسمع قول لها. مسي بالخير راشد التوم. والله هو نعم. بقول لها وبعدها قصيدة أبو جابر. اللي طافها قبل شوي. راشد التوم بما إن طرناه اللي يقول يا محمد الوقت لو يجرح ولو يكسى. تعال انت باقي بس ابغى اتحدى زماني لو تحداني ولو اني انسى جميع الناس كيف انسى اللي حلف ما يخليني وخلاص
فاول قصيده اعتمدتها لما ارسلتها له طول عمره قال اعتمدها اللي يقول غزليه اللي يقول يا عازف هلا وتار لا جسيت نفضل اشتياق الله حاول تشوف انك بكون وكل خلق الله بكون انا معي قلب رهيف ولي من العزله نطاق رفق علي وارحم ربك يرحم اللي يرحمون لا تصير قاسي قلب قاطع وصل وانت ما انت عاق ولا عليك من اللي يقولون ما لا يفعلون احذف همومك لا حذفت الشال واعلنت السباق وفرج جناحين المحبه والخلايق ينظرون انظر بعين ان تسرق من الكوفه عيون العراق وانثر جديل ان يخطف من الادمي زرقاء العيون وعانق مراديم السحاب اللي انا شنشوى الحقاق ورافق عيون الشمس وسرق عين واستعطف ابنون ما بين الاستنزاع في طولك مع السبع اطباق استغفر الله لا دخلت الشكوى ثمتا الظنون وما بين عضو ميت عضو صاحي يعيش الفراق وما بين الاستيلاء من بين القرى لحظته جنون قريه تعيش بفقر واستهتار وازعاج وخناق وقرى تسكن من مضايف الهداوه والسكون يلعي طموس اللي يركز حبه على ركبه وساق وشيد خيام دون ثم القلب جعلك ما تهون شعمت نارك من وراء هدف الضلوع بلا رواق والموت حق واننا لله وله راجعون ان جيت نارك طفها اللي سببت فيه احتراق ورحت والله ما اشتكي وينك كلهم يحزنون سلام سلام الابيات اللي بيها ابو جابر ابيات بعود كلها ابو جابر بكره تعوض ان شاء الله عوض كلها والله اني ناس يا حرام صوتك صوتك الجميل ما شاء الله تبارك الله اسلم ابو صالح بما اننا تطرقنا موضوع الرجال اللي اكتشفك ايه انا يوم اني احرجكم اول اقول اني كنت اشوف نفسي اني شاعر مدري شنو ايه. ويوم صار التحدي بيني وبينه والله يا رجيل انه علمني حاجات واجد في الشعر الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه بفضل الله يعني